الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضرات السيدات والسادة أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، السادة رجال السلطة ممثلي اللجان المحلية للتنمية البشرية، السيد رئيس المجلس الإقليمي، السادة رؤساء المصالح الخارجية، السيدات والسادة ممثلي هيئات المجتمع المدني، السيدات والسادة ممثلي المنابر الإعلامية المحلية والوطنية، حضرات السيدات والسادة الحضور الكريم كل باسمه وصفته. أود في البداية أن أرحب بكم وأشكركم على تلبية الدعوة لحضور أشغال هذا اللقاء الهام والذي نحتفل به من خلال الذكرى 18 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده بتاريخ 18 ماي 2005. وينظم هذا الاحتفال هذه السنة تحت شعار المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية حصيلة الإنجازات والمكتسبات. حضرات السيدات والسادة، لقد مكن ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ إعطاء انطلاقته من طرف جلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده يوم 18 ماي 2005 من تحقيق العديد من الإنجازات التي كان لها وقع إيجابي على ظروف عيش الساكنة المستهدفة، ويتجلى ذلك على الخصوص في العدد الهام من المشاريع والأنشطة المنجزة في هذا السياق بمختلف جهات المملكة الشريفة. وتشكل المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده عن انطلاقها يوم 19 سبتمبر 2018 أهم محطة في سيرورة هذه المؤسسة الاجتماعية، لتضيف بذلك لبنة جديدة تعزز مكتسبات المرحلتين السابقتين وتواصل حمل مشعل لتطوير مؤشرات التنمية البشرية والمجالية. ترتكز المرحلة الثالثة على مقاربة إرادية ومتجددة تهدف إلى تعزيز وتحسين المكتسبات مع مواصلة العطاء من أجل المزيد من التنمية والعدالة الاجتماعية وإعادة توجيه البرامج سعياً للنهوض بالرأسمال البشري والعناية بالأجيال الصاعدة ودعم الفئات الهشة بالإضافة إلى اعتماد جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل والمحدثة لفرص الشغل. وقد كان الخطاب الملكي الثاني لجلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده بمناسبة الذكرى 19 لعيد العرش المجيد بمثابة إيدان بانطلاق هذه المرحلة، حيث أكد جلالته أعزه الله: إن الشأن الاجتماعي يخضع عندي باهتمام وانشغال بالغين كمالك وإنسان، فإني أؤكد على التركيز على المبادرات المستعجلة في المجالات التالية: إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتعزيز مكاسبها وإعادة توجيه برامج للنهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة ودعم الفئات في وضعية صعبة، وإطلاق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل ولفرص الشغل. انتهى منطق رسالة الملكية الثانية. وفي هذا الصدد تسعى المرحلة الثالثة إلى تحقيق هدفين أساسيين وإنجاز 4 برامج هادفة. يتوخى الهدف الأول صيانة كرامة المواطن من خلال تحسن ظروف عيشه عبر إنجاز البرنامج الأول والبرنامج الثاني، حيث يهدفان إلى مواصلة الجهود المبذولة في المرحلتين السابقتين عبر تقليص العجز في البنيات التحتية والخدمات الأساسية ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، مع إعطاء أهمية قصوى إلى الرفع من جودة الخدمات. أما الهدف الثاني فيسعى إلى تذليل معيقات التنمية البشرية لبعض الفئات المجتمعية من خلال برنامجين جديدين، البرنامج الثالث والبرنامج الرابع، يترجمان الإرادة القوية لتركيز استهداف تدخلات المبادرة على الرأسمال البشري من خلال المساهمة في تحسين الإدماج الاقتصادي للشباب وخلق فرص.
فرص الشغل وإعادة الأمل للأجيال الصاعدة ومواكبتها عبر مقاربة استباقية. حضرات السيدات والسادة، على مستوى إقليم تنغير، فحصيلة إنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال المرحلة الثالثة جد مشرفة ولها أثر إيجابي على الساكنة المحلية، بحيث صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية للإقليم على ما مجموعه 727 مشروعا ونشاطا بغلاف مالي يناهز 287 مليون درهم، حيث ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بحوالي 283 مليون درهم موزعة على 4 برامج والتي تشكل الأعمدة الأساسية التي بنيت عليها الرؤية الجديدة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هناك البرنامج الأول والذي يتمحور حول تضارب العجز والخصاص بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، والبرنامج الثاني الذي يعنى بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، والبرنامج الثالث الخاص بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، وأخيرا البرنامج الرابع الذي يسعى للدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة. ففيما يخص البرنامج الأول يتمثل في تدارك الخصائص المسجل على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، والذي يهدف إلى مواصلة الجهود المبذولة خلال المرحلتين الأوليتين للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمساهمة في الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وتحسين ظروف عيش الساكنة القروية، وذلك من خلال 5 محاور ذات أولوية تهتم بالبنيات والخدمات الاجتماعية الأساسية المتعلقة بالصحة والتعليم والكهرباء القروية والتزود بالماء الصالح للشرب وكذا إنجاز الطرق والمسالك. فعلى مستوى إقليم تنغير مكن هذا البرنامج خلال المرحلة الممتدة بين سنتي 2019-2022 من إنجاز 61 مشروعا يهم محاور الصحة والتعليم والماء والكهرباء بغلاف مالي نهزة 49 مليون درهم، ويعتبر محور التزود بالماء الصالح للشرب من أبرز تدخلات المبادرة على مستوى الإقليم، بحيث تم إنجاز 33 مشروعا بتكلفة إجمالية نهزة 23 مليون درهم استفاد منها ما يفوق 30 ألف شخص، وذلك من أجل تحسين ظروف الولوج إلى الماء الصالح للشرب وضمان توفيره بشكل مستدام وبكيفيات كاملة بكميات كافية وجودة عالية خاصة بالعالم القروي. أما فيما يتعلق بالبرنامج الثاني والخاص بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، والذي يهدف إلى إرساء إطار عيش كريم يصون كرامة الأفراد في وضعية هشاشة، ويهم 11 فئة وهم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى والمسنين المفتقرين للموارد والنساء في وضعية هشة والسجناء السابقين بدون موارد والمتسولين والمتشردين والمدمنين والأطفال والشباب، ويتعلق الأمر كذلك بالأطفال المتخلى عنهم وأطفال الشوارع والشباب بدون مأوى. عرف هذا البرنامج إنجاز 57 مشروعا ونشاطا هذه المشاريع والأنشطة بغلاف مالي قدره 22.4 مليون درهم على مستوى الإقليم، استفاد منها حوالي 25300 مستفيد ومستفيدة، تميزت باستجابة لانتظارات الفئات المستهدفة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مرضى القصور الكلوي والنساء في وضعية صعبة بالإضافة إلى الأطفال المتخلى عنهم. فيما يتعلق بالبرنامج الثالث القائم على تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، يهم مواكبة الشباب المقاول وحامل المشاريع والمساهمة في تطوير إدماج الشباب في سوق الشغل وتعزيز حظوظهم عبر ملائمة مؤهلاتهم وتطوير مهاراتهم الفنية، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووضع إطار مؤسساتي يشجع على التنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال إدماج السوق الاقتصادي للشباب. فيما يخص أهم إنجازات هذا البرنامج على المستوى الإقليمي خلال المرحلة بين 2019-2022،
فقد تم إنجاز 186 مشروع بمبلغ إجمالي نهز 28.5 مليون درهم. ساهمت المبادرة بمبلغ 24 مليون لفائدة أكثر من 6000 شخص بنسبة 40% منهم كنساء. من أجل تفعيل هذا البرنامج تم إحداث منصة للشباب على مستوى الإقليم تتمثل أبرز مهامها في استقبال الشباب والإنصات إليه شهادتهم وتقديم خدمات التوجيه للباحثين عن العمل وإلى حاملي المشاريع في أفق تحسين الدخل وتحقيق الإدماج الاقتصادي لفائدة هذه الفئة. وفي نفس السياق تم اقتناء وحدة متنقلة لمواكبة الشباب بمبلغ 1.8 مليون درهم. والحصيلة جد مشجعة، أي أزيد من 5000 شاب وشابة تم استقبالهم وتوجيههم خلال الفترة بين 2020-2022. وجدر الإشارة إلى أن مشروع بناء منصة الشباب بتلغير بلغت مراحلها الأخيرة بالميزانية الإجمالية تقدر ب 1.9 مليون درهم. كما تم وضع هندسة لهذا البرنامج تتلخص في ثلاث محاور أساسية وهي على التوالي. أولاً محور دعم ريادة الأعمال ويهم مواكبة ودعم الشباب حاملي المشاريع، وتم تنزيله على مستوى إقليم تنغير بشراكة مع الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامن. ثانياً محور دعم قابلية التشغيل لدى الشباب ويهم البحث عن فرص الشغل المأجور لفائدة الشباب الراغبين في بلوغ سوق الشغل والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة من طرف المستشار. وقد تولى الإشراف على تنزيل هذا البرنامج على مستوى الإقليم جمعية الواحة الخضراء للتنمية والديمقراطية. ثالثاً دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ويهم بالدرجة الأولى دعم سلاسل الإنتاج الواعدة محلياً لفائدة التعاونيات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، حيث سبق وأن تم إنجاز دراسة ميدانية لهذه السلاسل على مستوى الإقليم. فيما يتعلق بالبرنامج الرابع الخاص بالدعم الموجه للتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، يتكون من ثلاث محاور أساسية تشمل تحسين الوضعية الغذائية والصحية للأم والطفل وتعميم التعليم الأولي في المناطق القروية والنائية ومواكبة التمدرس ومحاربة الأسباب الرئيسية للهدر المراسي. ففيما يخص محور صحة وتغذية الأم والطفل لتيسير ولوج الساكنة المعوزة إلى الخدمات الصحية والحد من الوفيات في صفوف الأمهات والرضع ومحاربة سوء التغذية والتأخر في النمو، تم إنجاز 32 مشروعاً ونشاطاً على مستوى الإقليم بغلاف مالي بلغ 24.7 مليون درهم، تهم بالأساس اقتناء معدات طبية لفائدة المراكز الصحية بالإقليم، بناء وتجهيز وتسيير دور الأمومة، حيث تم بناء 4 دور الأمومة خلال المرحلة الثالثة بكل من النيف، قلعة مكونة، إغين مكون، وألسول، واقتناء سيارات إسعاف، وكان تفعيل المنظومة الصحية الجماعاتية المحدثة لهذا الغرض، حيث شهدت هذه المنظومة تقدما ملموسا بالدوائر التي استهدفت في المرحلة الأولى، وهي تنغير بومان وأسول، على أن تعمم على مستوى دائرة قلعة مكونة وأنيف خلال السنة الجارية. أما محور تعميم التعليم الأولي في المناطق القروية والنائية، تولي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للتعليم الأولي باعتباره حلقة أساسية في عملية التكوين والتعلم والتعليم، اهتماما كبيرا على مستوى إقليم تنغير، حيث تبذل المبادرة في إطار شراكات بناء مع فاعلين معنيين بالشأن التربوي جهودا كبيرة لتطوير وتعميم التعلم الأولي، التعليم الأولي بتنغير، حيث تم إحداث 347 وحدة للتعليم الأولي مجهزة بمعدات بيداغوجية حديثة ومتطورة، مكنت من إدماج 376 مربي ومربية في سوق الشغل بعد الاستفادة من التدريب المؤهل خلال الفترة الممتدة بين 2019-2022، استفاد منها حوالي 16,000 طفل. وتجدر الإشارة إلى أنه تمت برمجة 127 وحدة للتعليم الأولي برسم سنة 2023 ليصل إلى مجموع الوحدات التعليمية للتعليم الأولي ما مجموعه 474 وحدة.
أما بخصوص محور مواكبة التمدرس ومحاربة الأسباب الرئيسية لهذا المدرسي، فقد تمت برمجة 44 مشروع تخص تجهيز وتأهيل دور للطالب والطالبة واقتناء حافلة للنقل المدرسي، فضلا عن الدعم المدرسي بغلاف مالي بلغ 20.86 مليون درهم. كان الأثر ملموسا على الخصوص بالعالم القروي، إذ وصلت نسبة النجاح بالمؤسسات المستفيدة من المشروع الدعم المدرسي إلى 88.67% درس الموسم الدراسي 2021-2022، بالإضافة إلى استفادة حوالي 61,000 تلميذ سنويا من المبادرة الملكية مليون محفظة خلال الفترة 2019-2022 بغلاف مالي بلغ 26 مليون درهم. حضرات السيدات والسادة، كما هو معلوم فإن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بحكم الطابع الأفقي لتدخلاتها ودورها كرافع رئيسي للتنمية الاجتماعية تقتضي تضافر جهود وتحقيق اتفاقية قوية بين مختلف المتدخلين، كل من موقعه بغية بلوغ الأهداف المستقبلية الكبرى التي تكتسي أهمية قصوى كالطفولة ودعم التمدرس ومحاربة الهشاشة والإدماج الاقتصادي وكذا مواكبة تنزيل النموذج التنموي الجديد. وأود أن أنتهز هذه المناسبة لأتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم من قريب أو بعيد في تفعيل مقتضيات هذا الورش الملكي الهام بالإقليم، ويعكس هذا بكل تأكيد انشغال الجميع في المقام الأول بقضايا وانتظارات المواطنات والمواطنين. ولا يسعني في الختام إلا أن أجدد الشكر لكافة المساهمين والمساهمات في هذا الإنجاز الجماعي، وأن أنويها بمجهوداتكم وعطاءاتكم المتميزة. وفقنا الله جميعا لما فيه الخير والصالح العام تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نسأل الله وأيده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.